عيش الحمص. تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. سلام استاذنك، بص لي يلا على العيش ده عشان نصلعه. عندي عيش الحمص، محتاجه كوبايه من دي الحمص، يكون دي ده بيتباع في اي سوبر ماركت عادي، او لو عايزين تطحنوه انتوا براحتكم. وعندي كوبايه من الميه وبضايه وبيكنج باودر، بس كده مش اكتر من كده. ماشي، ونضف لي بقى الطاسات بعديها. عندي كوبايه دي الحمص، عليهم كوبايه ميه. بصوا السهوله، كله فوق بعض، كوبايه دي حمص، كوبايه ميه، عندي شويه بيكنج باودر والبضايه، وهضرب كل ده انعمه مع بعض. هتأكد بس ان مفيش اي دقيق حمص كده عند الجوانب، واقلب واقلب تاني. تعالوا بقى ايه نبدأ نجيب كده. بصوا انا لسه شايفة ان في دقيق حمص في الجناب، فخليني اتأكد ان كله مختلط ببعض، مبقاش في اي دقيق حمص كده موجود ولا عند الاطراف ولا في الجناب ولا الكلام ده خالص. فين هنا؟ ماشي اهو كله تمام. هنبدا نروح برضو ندي كده نقطه زيت، نجيب منديل اهو بالشكل ده، ويبقى عندي الطاسات كلها كده فيها نقطة الزيت دي، وابدأ ان انا ايه المعها كده، امسح فيها. تمام، يلا تعالوا بقى ايه برضو بنفس الطريقة نعمل عيش الحمص اهو. بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده كده، واوزع. خلي بالكم الحمص شويه بيتكتل، فيعني اتاكدوا ان هو يعني اختلط كويس. تمام اهو، بصوا بيبدا يعمل على طول فقاعات كده زي ما انتم شايفين، شايفين اهو. بصوا موضوع ما بياخدش ثواني يا جماعة، ثواني. بصوا شايفين اهو بقى عندي عيش بدقيق الحمص. بصوا الموضوع بسيط ازاي، يعني كله اهو احنا عاملينه مع بعض، يعني احنا مفيش وقت احنا عاملين حاجة مثلا قبل ما يعني مزودة بس كميات قبل ما نبدأ، لكن كله اهو عملته معاكم. العيش الخمس طرق بتوع العيش عاملاهم من ألف للياء معاكم اهو الشكل ده كده. ده لسه شوية اهو، بصوا موضوع بسيط وسهل خالص اهو. تمام اهو، وهكذا. معانا رشا. صباح الفل يا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك، وحشاني قوي يا اسماء. الله يخليكي، تسلمي يا رشا. عامله ايه؟ مش عارفه اتصل لك بقالي كام يوم كده. معلش حبيبتي، معلش. لا لا انا برضو ما عرفتش اكلمك، ويعني الحمد لله حبيبتي. الحمد لله حبيبتي، الحمد لله، كله زي الفل. تسلم ايديكي والله، ايه الحلاوه دي؟ ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله، والله تسلم ايديكي. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي. على ذوقك ووصفاتك وافكارك وكل حاجه حلوه. تسلمي لي يا حبيبتي والله، تسلمي لي. الله يكرمك يا حبيبتي والله. انا ممكن رجاء بس يا اسماء من فضلك. اتفضلي. كنت الاول كنت بعد ما تخلص الحلقه كنت حضرتك بتحطي المقادير الوصفات. حاضر، هنعمل كده تاني. بعد اذنك. اه الله يكرمك، ونيرت النهارده عشان الحاجات حلوه العيش ده. حاضر. ف
بعد اذنك يعني ساعات ما بنلحقش بدخل ما بين المطبخ وابص على التلفزيون بحاول. حاضر صراحة. حاضر والله احيانا بس الوقت والله ما بيسعدنيش. انا عارفه. لا لا غصب عننا. انا عارفه والله. لا لا لكن أنا عارفة احنا بنبقى عايزين والله. نعمل كده والله بس احيانا الوقت ما بيسعفنيش. لا انا عارفه والله كتر الف خيرك والله. لا ده انتوا تشكروا بصراحه ما شاء الله عليكم يعني تسلم ايديكي. حاضر حاضر. وميرسي للقسط بتاعك كله والندى وكل حبايبك. تسلمي يا حبيبتي. انا ممكن بس رجاء يعني انا من يومين كان عيد ميلاد والدتي الله يرحمها وكان الله يرحمها حبيبتي. واتمنى يعني الفاتحه من كل حبايبي على روحها. حاضر عينينا يخليك مامتك يا حبيبتي. ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه حبيبه قلبي يا رب ان شاء الله ودايما كده تعيشي وتفتكري حبيبتي. شكرا يا حبيبتي تسلمي لي. تعالوا بقى احنا ايه احنا كده خلصنا ده رابع نوع عيش عملنا قبل ما نطلع بس فاصل عملنا